الأمور التي تكشف عام بعد عام من منظمة الصحة العالمية وأيضا منظمات تعنى بصحة الأطفال من أضرار الشاشات والهواتف الذكية. نعم علاء، وبالإضافة للبدائل، خاصة أنه نحن نعيش في عصر التكنولوجيا وتطور السريع، وهذا الجيل يعني خلق وبيده الشاشات والأجهزة الإلكترونية، فيجب أن يكون هناك بدائل أخرى أيضا متوفرة للأطفال، وأيضا كذلك بعض النصائح للأهل كيف يمكن التخلص من الإدمان في حال وصلنا للإدمان، لأنه الإدمان يعتبر مرض. صحيح. وحالة تحتاج للعلاج. أكيد كان لك حوار مع الأخصائية، نتحدث عن سهاد خليل أخصائية علاج ونطق وتربية خاصة، وتحدثتم مطولا عن هذا الموضوع. تحدثنا في تفاصيل كثيرة، نتابع معا. أهلا بكم جديد مشاهدينا في زاوية طفلك لليوم، ونعلم جيدا أن جزء من هذا الجيل نشأ مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، وأصبح صعب على الأباء والأمهات في بعض الأحيان التحكم بأطفالهم بساعات استخدام هاي الأجهزة. اليوم رح نتحدث عن أضرار إدمان الشاشات على الأطفال مع الأستاذة سهاد خليل أخصائية علاج نطق وتربية خاصة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب، صباح الجميع. يعني أستاذة سهاد، قبل أن نتحدث عن الأضرار وتفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، في البداية خلينا نعرف لأسادة المشاهدين ما هو إدمان الشاشات للأطفال. تمام، إدمان الشاشات يعني لما إحنا نحكي عن تجاوز مفرط للشاشات، سواء كان تلفزيون، تليفون، آيباد، التجاوز المفرط لما إحنا نتجاوز الحد المسموح للطفل إنه يمسك الجوال خلال النهار. يعني في عنا أطفال عم بتوصل مدة جلوسها على هاي الشاشات لساعات جدا متواصلة، أحيانا بتوصل لتسع ساعات. نعم، يعني إحنا في هاي الحالة، في حال تجاوز التسع ساعات، مع أنه حتى التسع ساعات هي عدد كبير من الساعات جداً أثناء اليوم، نطلق على هذا الطفل هو طفل مدمن. خلينا نتحدث عن العلامات التي تدل على الإدمان. تمام، في عنا أطفال بمجرد ما تاخذ منه الجوال ببلش يصرخ، يكسر. هون احنا بنعرف انه الطفل بلش يدخل او يمكن دخل وخلص في حالة الادمان. ممكن لما يكون على مسك الجوال ويخلص شحن الجوال يطفي مع النت، فهون ببلش في عنده حالة غضب، بكاء هستيري. في اطفال ببلشوا يضربوا امهاتهم. فهاي من ضمن الاعراض اللي بتوحي بشكل عام انه الطفل فعلا مدمن. لما نشوف الطفل ماشي بالشارع ماسك الجوال، لما نشوف الطفل بالمواقف الاجتماعية، بالعلاقات العائلية بس على الجوال، طبعا هون بكون مدمن أكيد. نعم، وخاصة لما الطفل ما يتأثر بأي شيء تاني حواليه أو ما يجذب انتباهه أي شيء. ممكن يكون في أشياء بتجذب نظر الطفل، ولكن هذا الطفل من شدة تعلقه بالهاتف أو باللوحة الإلكترونية ما ينشد إلها، فهذا إدمان أيضا. نقطة مهمة وضرورية حضرتك حكيتيها، في أطفال بنوصل لما نادي عليهم وهم على الشاشة بتنادي لإسمه ما بيلتفت. حتى في أهل بيروحوا يفحصوا سمع. نعم. سمع الطفل، يعني بيتهيئ لهم أنه الطفل مش سامع. لما نوصل لهاي الدرجة أنه الطفل بلش بالعربي يصفن، بطل يتواصل، يعني فقد التواصل مع كل البيئة اللي حواليه، بطل يرد لما بنادي على اسمه، بطل يلتفت، صار إشي معين حواليه ما بيلتفت، فهو فعليا في حالة الإدمان. من هون أستاذة سهاد خلينا نحكي بتفاصيل أكثر عن مضار الإدمان على الشاشات بأنواعها المختلفة، سواء كنا نتحدث عن هواتف، كنا نتحدث عن تابلت، أو حتى عن شاشة التلفزيون. مضار الشاشات بشكل عام وخيمة جدا جدا جدا. اولا في عنا الجسديا صحيا، الشاشات عم بتاثر بشكل اولي على عيون الاطفال، على الشبكيه، في عنا مشاكل بالعظام، بالعمود الفقري، على الرقبه عند الاطفال، عده مشاكل عم تنتج ناهيك عن المشكلات الاجتماعيه اللغويه. في اطفال من كثر ما بيضلوا على الأجهزة الإلكترونية لساعات، مثل ما ذكرت لك في عندي أطفال من 9 ل 12 ساعة بتوصل أحيانا، فقدوا تواصلهم بشكل كلي. في عنا صارت تظهر المشاكل، عدم التركيز، التشتت، نقص الانتباه، فهون يعني الموضوع
وخيم جدا. يعني هاي مشاكل حقيقية وخطيرة بتعرض لها الطفل. خطيرة جدا. ولكن هون أيضا المسؤولية تقع على عاتق الأهل بشكل كبير. خلينا نحكي عن عدد الساعات المسموح به كحد أقصى، خاصة أنه الأهل في هاي الفترة ممكن أنه ما يقدر يفصلوا أطفالهم نهائيا عن الأجهزة الذكية، لأنها صارت أيضا جزء من حياتنا وموجودة في عالمهم، وفي جزء منهم وعي على وجود هاي الأجهزة الذكية. هلا احنا يمكن نتفاجأ، دائما بتفاجأ الأهل لما نعرف أنه قبل عمر سنتين ممنوع بشكل نهائي نعرض أي طفل للأجهزة الإلكترونية بكافة الأشكال والأنواع، سواء تلفزيون أو جوال، بشكل نهائي. وفي دراسات بتأكد أنه قبل 3 سنوات. بعد هيك إحنا ممكن لما نبلش نعرض الأطفال ممكن يكون المدة تكون من ربع ساعة لنص ساعة، من 3 سنوات فما فوق نحكي ل4 سنوات، ولكن ما بدها تكون بشكل يومي ومتواصل. يعني ممكن أنا أعطيه كل أسبوع مرتين. نعم، وكمان ممكن تكون يعني عن طريق قوانين أو مكافأة، إنه إذا ماما أنت نجحت في هذا الإشي أو إذا عملت هذا الإشي أنا بعطيك الآيباد لمدة نص ساعة بهذا اليوم. ممكن لازم يكون في علاقة تفاهم بين الأم أو الأب وأطفالهم أيضا باستخدام هاي الأجهزة بطريقة صحيحة. كيف ممكن أقنع طفلي العنيد كمان زي ما حكيتي، اللي ممكن إنه يعصب ويكسر في حال إني سحبت الآيباد أو التابلت من إيده؟ هلا هون بده يكون دور كبير على الأهل في الموضوع، وضع الحدود، الحزم، الثبات، كمان التحكم، القدرة على التحكم. يعني في كثير أهل بيحكوا لي يعني ما بنتحكم، هو بيفتحه لحاله، بمسك جوال أمه على الباسورد لحاله. هون ضروري يكون الأهل عندهم نوعا ما نحكي حزم، ثبات، ممنوع أو مسموح أنك تمسك جوال الماما، جوال البابا. فضروري جدا ننتبه. كمان نقطة كتير ضرورية إنه نركز على البدائل. لما إحنا بدنا نسحب التليفون، نسحب التلفزيون من الطفل، ضروري يكون في بدائل. طفل يتعود يشوف 2 3 ساعات، ومثل ما حكيت لك أحيانا أكثر. فإيش البديل؟ إيش هون بدنا نشتغل نغير تفكير الطفل. ما تتخيل إنه في أطفال يعني على هاي الساعات المتواصلة أثرت عليهم بشكل يعني كارثي. في أطفال عندي فقدوا النطق بسبب الجوالات. نعم. في أطفال فقدوا تركيزهم، فقدوا انتباههم، عم بواجهوا صعوبات أكاديمية، مشكلات بالقراءة، بالكتابة. فكل ما أنا كأم تحكمت، ضبطت أطفالي، ممكن أحيانا على فكرة نستعين بمختصين حتى يساعدونا بموضوع التخلص من الإدمان. رح نحكي عن التخلص من الإدمان، ولكن أستاذة سهاد ذكرتي نقطة جدا مهمة وهي توفر البدائل. في ظل العصر التكنولوجي اللي احنا بنعيشه، إيش هي البدائل الممكنة أني أقدمها لطفلي؟ كمان لازم تكون بدائل ممتعة تجذب الطفل وتشد انتباهه وتخليه يعني على الأقل يقبل هذا البديل لشاشة التلفزيون اللي هو متعلق فيها أو لشاشة الهاتف. تمام. هلا احنا بمجرد ما سكرنا الشاشات الطفل راح يبلش يعمل هاي الاعراض اللي ذكرناها من شوي، راح يصرخ، راح يكسر، راح يضرب اهله. في اطفال كسروا التلفزيونات. نعم. يعني بصير خلص، تخيلي كيف الشباب المدمنة على التدخين او فاول هو نوع اخر من الادمان. اول ما يكون في الإدمان أو المثير مش موجود، فبصير في حالة غضب، في حالة هستيريا. إيش هي البدائل؟ هون بدنا نلجأ للبدائل حتى نشغل الطفل، خاصة لما بكون ماسك الجوال إحنا بدنا نشغل إيديه. عشان نكون منطقيين وواعيين حقيقيين بالبيت، أهم إشي إنه إحنا نحاول نتفاعل مع الطفل، نلعب إحنا وأطفالنا. بتعرفي هسا مع زخم الحياة والمشتتات والأهالي بتشتغل وهيك، دائما بعطي اقتراحات واقعية للأهل إنه خلوا الأطفال يشاركوا المهام المنزلية معكم. يعني بتحكي الأم أنا بس بعطيه لما بطبخ، طب ليه ما ندخل الطفل المطبخ أساسا معنا؟ إذا يعني بعدين ممكن نلعب مع الطفل وهي الأمور، نعطيه المهام المنزلية، مسؤوليات موكل فيها بالمنزل هو يقوم فيها ويشتغلها، نعبي له وقته. وكمان نركز على خاصة بالأعمار الأصغر، من نحكي من 5 سنوات، نركز على الحواس، نركز على أنه نشغله إيديه بطريقة تفيده. ممكن نلجأ
ألعاب التفاعلية، البزل، التركيب وهي. نعم، يعني أستاذة سهاد، أيضا لما نتحدث عن الأطفال فإحنا بنحكي عن أكثر من فئة عمرية، فبالتالي في حال أنا كان لازم أعطي طفلي الآيباد أو الأجهزة الذكية وبالتأكيد صعب فصلهم تماما، كيف أقسم الفئات العمرية مع عدد الساعات المسموح فيها؟ يعني مثلا عمر 3 سنوات مسموح هذا العدد من الساعات، ولكن في عمر 10 سنوات مسموح هذا العدد. كمان البرامج والأشياء اللي ممكن يتابعوها، يعني ممكن طفل العمر بعمر صغير بيختلف الأشياء اللي لازم يشوفها على الأجهزة الذكية عن أطفال بعمر أكبر. هلأ بالبداية قبل ما نروح للساعات، ضروري جدا لأهل نكون واعيين لطبيعة مثل ما ذكرتي البرامج اللي بدهم يشوفوها أطفالنا، لأنه ما تتخيلي تأثيرها الكبير على نفسيتهم، لغتهم، اجتماعيتهم. الطفل بطبيعته بحب التقليد، وهي طبيعة فطرية في كل الأطفال. فعندي أطفال بتوصل عندهم مشكلات سلوكية للعنف، للعدوانية، للخوف الزائد. في أطفال صار عندهم كوابيس من الأشياء اللي عم بيشوفوها على اليوتيوب. نعم. لما نيجي نحكي عن المدة المسموحة، قبل 2 سنين وقبل 3 سنوات ممنوع بشكل كلي. بعد هيك من ربع ساعة لنص ساعة لحد عمر نحكي 4 سنوات، وبشكل غير يومي. يعني مش كل يوم لازم نعرض الطفل للشاشات. بعد هيك ممكن ساعة خلال النهار. نعم. طيب يعني أستاذة سهاد، خلينا نرجع لنقطة مهمة، وهي في حال كان طفلي مدمن على الشاشات الإلكترونية، كيف ممكن أتغلب على هذا الإدمان وما هي طرق العلاج؟ مثل ما حكينا بالبداية، بده يكون في تحكم، في قدرة على الضبط، في حزم بده يكون بالموضوع، بالتعامل مع الإدمان. حتى أول إشي نقدر نسيطر على الأفعال اللي الأطفال رح يضغطوا فيها علينا إحنا كأهل. لما يبلش الطفل يخبط، يرمي حاله بالأرض، يكسر الجوال، يكسر التلفزيون، هم بده يكون في العامل الأهم اللي بده يكون عند الأهل، هو التحكم والسيطرة والضبط. نعم. ومتى نلجأ لأخصائي بهذه الحالة؟ في حال الأهل كان صعب جدا يسيطروا على أطفالهم أو يقدروا أنهم يوجهوهم أو يعالجوا هذا الإدمان. لما نحكي عن إدمان يعني وصلنا لمرحلة متقدمة من المرض. مزبوط. في حال وصلنا لمرحلة فقدنا السيطرة كأهل، عمالي بحاول أحزم، عمالي ما بقدر أحزم، الموضوع محتاج حزم، مش عم بلاقي ايش هي البدائل المناسبة لطفلي، او العمر مش مناسب، فجأة انا مش عارفة اتعامل، مش عارفة انا اقلل بالتدريج او اقلل مرة واحدة. فهون اذا انا حسيت حالي خلص ضعت كأم كأب، مش غلط نلجأ لمختصين في علاج هذا الإدمان. نعم. يعني أستاذة سهاد، بالتأكيد من المهم أن نحافظ على أطفالنا، فهم هبة من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نقف عند مسؤولياتنا. شكرا لك أستاذة سهاد خليل، أخصائية علاج نطق وتربية خاصة، على كل هذه المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها اليوم. شكرا لكم. نعم مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لنهاية فقرة طفلك، وبالتأكيد يجب أن نكون حريصين على عدد الساعات اللي بيقضيها أطفالنا على الأجهزة الذكية والهواتف، لما له من ضرر قد يصل إلى الإدمان. وهيك بنكون وصلنا وإياكم لنهاية هذه الفقرة.